قنينة الكولا. أنا أقوم بجمع واستعمال قنان الكولا. عندما كنت طفلا صغيرا كنت أحب ابتكار أشياء بيدي. في الصين كان معلمي يعلمني أشياء مختلفة يمكن صناعتها باليد. كنا نقوم بقص قنينة الكولا وتحويلها إلى إناء للزهور. في بلادي الكثير من كبار السن وفقراء الناس يقومون بجمع القناني مقابل المال لإعادة تصنيعها، حيث يمكن حماية البيئة وجمع بعض المال إذا كنت بحاجة لذلك. هنا في أستراليا قمت بعمل إناء للزهور من قنينة كولا. أتمنى لو يتم دفع أموال أكثر لإعادة التصنيع، عندها قد أترك عملي كطباخ وأتفرع لجمع القناني.